حدثنا أبو سعيد وعفان قال ثنا ربيعة بن كلثوم حدثني أبي قال سمعت أبا غادية يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد فقلت له بيمينك؟ قال نعم. قال جميعا في الحديث وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟